وللحديث أكثر عن انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن والدعم اللامحدود من إيران وميليشيا حزب الله لها، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك معنا دكتور عبد الباقي. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك أستاذ أو دكتور عبد الباقي. انتهاكات ميليشيا الحوثي لا تتوقف كما تعلم، فطيرانهم ومدفعيتهم التي يعني تستهدف المدنيين ليل نهار أصبحت يعني روتينا يوميا، لكن السؤال هنا لماذا يتم استهداف طفل عمره 11 عاما من قبل قناصة هذه الميليشيات؟ طبعا هناك ترعيب واستهداف منهجي للمواطنين، ليس عشوائيا، هم يقصفون لترعيب المواطنين لإضعاف أي مقاومة لإحداث كثير من الخسائر. كما تعلم الاستراتيجية الإيرانية تقوم على أنه ليس هنالك حدود للكلفة الإنسانية والوطنية، لذلك هم لا يهتمون ب الموارد المحلية كما هو الحال في سوريا أو العراق، يموت من يموت، يدمر البنية التحتية. المهم الاستراتيجية تنفذ بالتدريج، هناك ترويع، هناك محاولات إخضاع المواطنين، هناك تلغيم الجغرافية اليمنية بمئات الآلاف من الألغام، ربما نتحدث عن ملايين الألغام في الجغرافية اليمنية، وهذه أيضا تحصد كثير من الأرواح وقد تؤدي إلى أيضا إحداث أضرار جسدية لدى الكثيرين من الأطفال ومن المواطنين العاديين. إذن نحن أمام ترهيب نفسي، ترهيب جسدي، تقتيل، تجويع من قبل ميليشيا تريد إنهاك الشعب اليمني، لأن هناك استراتيجية للبقاء والسيطرة في الجغرافية اليمنية لأهداف استراتيجية كما تعلم، وهناك كثير الآن بدأت تتكشف أن ربما تنقل حزب الله وإيران كل ثقله واستراتيجيته إلى الجغرافية اليمنية لاستنزاف المملكة العربية السعودية ولاستنزاف بقية بلدان الخليج، نظرا لأن الموقع اليمني وأهميته في غاية الأهمية لإيران في السيطرة على المنطقة وعلى حركة الملاحة الدولية وحركة نقل النفط والغاز في هذه المنطقة. وبالتالي هناك دعم لا محدود، هناك اعتبار لليمن جزء من الجغرافية الإيرانية وليس فقط كما يقال أنه رأس حربة أو وكيل محلي، لا، هم يتعاملون مع حزب الله مع الحوثيين كجزء من الجغرافية الإيرانية، وهذا صرح فيه حسن نصر الله في فترة سابقة عندما كان شابا، يعني عن صرح بهذا أنه يريد أن يكون لبنان جزء من الجمهورية الإيرانية وليس حزبا يعني يتبع ولية الفقيه. يعني نحن أمام رؤية واضحة واستراتيجية واضحة. اليمن الآن أصبحت وفقا للتصريحات ربما وما سرب أنهم سينقلون كل المقاتلين إلى الجغرافية اليمنية، وهذا له أضرار كبيرة جدا. لذلك نحن يعني هنالك عدم اكتراث بالوضع المادي الإنساني من خلال عدم تسليم المرتبات، من خلال الاستيلاء على الموارد المالية، من خلال محاصرة المدن، من خلال استهداف الأطفال، تغيير المناهج المدرسية وتشويه الذاكرة الوطنية. هناك أيضا الشرخ المذهبي والعقائدي من خلال إيجاد ثنائية سنة شيعة شمال جنوب. إذن كل هذه الكارثة الوطنية التي ترتكبها إيران في سبيل تحقيق استراتيجيتها، ولذلك ستلاحظ لا اهتمام، السوريون ملايين في بقاع الأرض ولا تهتم إيران أو تكترث، هي تهتم فقط بتغيير البنية الديموغرافية لسوريا، بالسيطرة على سوريا، بالبقاء في المنطقة. وكذلك في العراق ما يحدث الآن من تدمير للدولة الوطنية التي بدأت تتشكل قبيل عقود، وكذلك تدمير المشروع القومي العربي بحيث أن تصبح هذه الدول غير قادرة على الحديث عن مشروع قومي أو إسلامي حتى، بل ولا حتى نتحدث عن قبائل وعن شيعة وسنة وعن مسيحيين ومسلمين، وبالتالي هذا له أضرار كبيرة جدا على المنطقة. طيب وسيؤخر دكتور عبد الباقي، يعني استهداف المدنيين من المفترض أن يحرج أي دولة يعني تكون متورطة يعني بهذا الاستهداف، ما حال إيران؟ ما الذي يساعدها على الاستمرار يعني اتباع هذا النهج؟ إيران هنا تحاول للخطاب الرأي العام، تتحدث أن لا علاقة لها بالحوثيين، وبالتالي هذا سلطة محلية، بينما هي المخطط وتترتب كل هذا ولها استراتيجية. هذه الخطة أنه
لا تهتم إيران ولا الحوثيين حتى كسلالة، بمعنى أن أولئك الذين يعتقدون أنهم هاشميين ينتموا إلى فئة منحها الله الحق حق الحكم أو لها تفويض إلهي، هؤلاء عبر التاريخ اليمني لا يكترثون بالشعب اليمني، لا يهتمون بالخسائر البشرية ولا بالاقتصادية ولا بالاجتماعية، يهتمون بالعودة إلى السلطة، بالسيطرة على السلطة. وبالتالي في تاريخ اليمن الطويل هناك كوارث كثيرة وحروب كثيرة واستنزاف لقدرة الشعب اليمني. هذه جماعة لا تؤمن بالسلام والاستقرار، وبالتالي يقصفون الأطفال، يوقفون المدارس، لا يسلمون المرتبات، يتاجرون بالمساعدات الإنسانية ويحولوها إلى تجارة، يشترون الأراضي بالأموال المنهوبة لخلق طبقة اقتصادية وعقارية مهيمنة، يفتحون شركات في خارج اليمن ليصبح لهم تمويل في المستقبل بعيد عن أي رقابة. نحن أمام جماعة إرهابية بامتياز، وهذا الإرهاب لا ينبغي أن نصفها بإرهاب بمعنى أنها ترتكب جرائم عبثية، لا، هذا مشروع ترعيب للشعب اليمني بهدف الهيمنة عليه وبهدف البقاء إيران بشكل كبير. وأعتقد إذا لم تتطور الضربات لإضعاف الحوثيين ستجد المنطقة أن حزب الله برمته قد أحال جزء كبير من قواته وقيادته للجغرافية اليمنية، وبالتالي المعادلة ستتغير إلى حرب مفتوحة وطويلة. دكتور عبد الباقي، يعني سريعا، كيف يؤثر أو تؤثر محادثات فيينا على ما يجري في اليمن؟ أعتقد أن هناك استراتيجية تفاوض، إيران تفصل الملف اليمني واللبناني والعراقي والسوري عن ما يحدث في فيينا، الدول الخليجية قلقة من هذا الفصل، فإيران تلعب استراتيجية يعني تفاوضية ذكية ربما في أنها تفصل ومن ثم توظف هذه الملفات في الضغط على فيينا. هناك ترابط، الملف اليمني مترابط، الولايات المتحدة الأمريكية حاولت الفصل بين هذه الملفات وما يحدث مع إيران، وهناك كان غضب وعدم رضا من قبل الحلفاء في المنطقة. الآن الأمريكان أعطوا نوع من الموافقة عندما وجدوا أن إيران تلعب بالتفاوض لكسب مزيد من الوقت وتحاول أن تلعب بهذه الملفات. هناك تحول في المواقف، ولكن إيران تلعب بكل هذه الملفات جملة، تتحدث عن أن هذه ملفات منفصلة ولكنها مترابطة، توظف الموقف في العراق، توظف ما يحدث في سوريا، ما يحدث في لبنان وما يحدث في اليمن لصالح ما يحدث في إيران في 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 مفاوضات في فيينا. بالتالي نحن أمام يعني تفاوض ما زال طويل، لن يصل على المستوى المتوسط إلى أي توافقات، لأن إيران تريد مزيد من الوقت للسيطرة على المنطقة ولتعزيز مكانة حزب الله والحوثيين وبقية الأطراف أو الوكلاء المحليين كما نطلق عليهم، بينما هم جزء من الجغرافيا. وبنفس الوقت ربما تحدث فارق في خلال هذه الفترة لمزيد من إنتاج المواد الإيرانية. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من أمستردام، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لك.